الله 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 على الروايح. ايه رايك؟ ريحه تحفه. انا بس عايزه، احنا خلاص احنا حطينا هنا، هحط بس رشه صغيره. يلا جوز الطيب دي بتخليها تحفه على فكره. وعامه جوز الطيب لما بتتحط على اي اكله يا جماعه بتودي الاكل كده، بس ما تزودش فيها قوي. اوكي حاضر. طبعا عارفين ريحه كده تاخد سنسايه كده، رشه بس كده. اوكي خلاص. ويا سبحان الله في التست كده تحس ان هي مكون سري بيدي لذاذه في الاكل وما تبقيش قادره تحددي هو ايه، بتخليها تحفه. ده حقيقي. بس بقى انا كده خلصت. ايه رايك؟ الله ريحه الطشه بتاعت البصل. بس اخففها سنه بشويه لبن. اوكي. وبعد كده هننزل بالايه؟ بالفراخ. بالفراخ. الله تنزلي بيها قطع كده صح؟ اه زي ما هي. لو عايزاها بقى تقطعيها انا هنقطعها زي ما احنا ايه قلنا. هي هتدي بس غلوه كده مع بس والله هي سليمه حلوه. حلوه لا انا بقول لو احنا عايزين نعمل بالباستا وتبقى يعني تاكلي على طول بقى. بصي هنسيبها بس دقيقه كده بس يعني تشرب من الصوص. يلا وخلاص بقى كده. الخضار اللي هناك ده بقى هنعمل بيه ايه؟ ده كده مش شايفه جزر. بصي انا مش عارفه هنلحق ولا لا. اللي المفروض ان انا اصلا هو كده خلاص الباكيت. طيب انا بس عايزه احط الهوت شوكليت عشان نكسب وقت لان انا فاضل لي 30 ثانيه يا سموحه. بس كده تمام. عدي عدي ثانية. حطي خدي الطبق. نعمل حادثة دلوقتي. خدي الكوباية التانية. خدي الكاس التاني. عارفة لما يبقوا الضيوف قاعدين على السفرة وماما واقفة فين يا ولاد المية يا ولاد الفلفل الأسمر. بصي نفس الأدوات. هنحط واحدة بس كده خلاص ولا نحط الاتنين؟ حلوة كده عسل. بس هنحط الطبق كده ونتفرج بقى على الفاينل. بسم الله تحفة. بسم الله بسم الله. يلا القطعة الأخيرة نحط الصوص بقى على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض كنا هنعمل، بصي هو هنا قولي معايا الخضار السوتيه هنحط بس حتة زبدة. اوكي تمام. بس عسل. بس كفاية. يلا عشان المشروم ده خسارة. عشان الطبق. الله يا سموحة يا جميلة. نحط لنا بقى رشة كده. الله الله على التفاصيل. بس المفروض بقى خلاص. بصي انا شخصيا عايز الصوتين لوحده كده. انا عايز الصوتين لوحده. سماح شرفتيني ونورتيني لحد هنا للاسف. فقرتي الحلوه معاكي بتخلص. هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني من فضلكم. استنونا شويه.